السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غادي نديرو هاد البلدة هادي. هاد الفيديو فيه جوج ديال البلدات، هادي خدمتها هي التانية وخدمت وحدة أخرى. هادو طلباتهم ليا واحد السيدة وخدمت هادي. هادو جوج الحمراء والكري، وغنبدا بهاد الحمراء هادي. كنحتاج بلدة ديال الشعر والخيط والكروشي، وغنبداو بسم الله. كنبداو بهذه الطريقه هذه، كنبداو بالسلاسل بهذا الشكل. هذا السلاسل، كندير سلاسل ديالي. انا غندير هنا 14 سلسله، 14 سلسله بهذا الشكل هذا. وكنجيب هاد البلدة هادي كندخلها في وسطهم في وسط السلاسل، وكنسد بمنزلقة. وملي كنسد بمنزلقة تنخدم كنرتفع بجوج سلاسل، وتنخدم الأعمدة فوق كل سلسلة. كندير عمود بلافة، عندي 14 سلسلة كندير 14 عمود بلافة. وهذيك البلدة في وسط ذاك الحلقة، الشكل هذا. كنبقى ندور هكا حتى كنسالي الدورة كاملة. هي كنسد السطر ديالي بمنزلقة، وهاد الخيط هدا تا هو كنمشي معاه هكا في هاد السطر هدا. عفوا، أنا درت هنايا نصف عمود، خصني ندير غير منزلقة. حيد الخيط، حيدتو هنايا، غنسد بمنزلقة بهاد الشكل هدا، وغنرتفع بجوج سلاسل. وتنخدم عاود عمود بلافة، تمشي عاود بهاد الطريقة هادي. كدير عاود بلافة حتى كدور عاود على السطر، والعمل ديالي كيمشي بحال هكا حتى كنساليه، وكندور على ديك البلدة هادي اللي كتكون في وسطو حتى كنحصل على البلدة. تكون كندور على ديك البلدة كاملة، تمشي بحال الطريقة هذه حتى كنسالي السطر، حتى كنسالي العمل ديالي. ماشي السطر، السطر هو ساليتو هنايا. كنمشي بغرزة نصف عمود، عفوا عمود بلفة بهذه الطريقة هذه. نتمنى يتلا الإعجاب ديالكم، وديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، وتأبوناو نتوما، وفعلوا الجرس. ولي عندها شي حاجه بغات تقولها في التعليقات تقولها، مرحبا بيا. صافي، تمشي بحال هكا بهاد الطريقه هادي، ساهله مهله، غير عمود بلافه وصافي. حتى كنحصل على داك القياس اللي بغيت، حتى كندور كامله على هاد البلده هادي.
تنمشي بهذه الطريقة هذه حتى كنسالي العمل ديالي بهاد غرزة عمود ملف. أنا غنزيد منزلقة وغنرتفعها بثلاثة سلاسل، جوج ديال السلاسل عفوا كنرتفع بيهم هنا جوج ديال السلاسل، نمشي مع عمود ملف حتى كندور عمود السطر. نشوف انا حتى كنحصل على المقياس اللي بغينا، كنحصل على هذا الشكل هذا. نمشي فحال هكا نخدموا الدور حتى كنسالي نعبروا هذه البلده كامله ونتلاقاو. تنمشي بهاد الطريقة هادي حتى كنسالي العمل ديالي بالشكل هدا. كيف ما كتشوفو كيفاش كتجيب دور على بلدة، نفس هذا كتكرر، كنخدم عمود بلافة هو اللي كيتكرر عندي حتى كنسالي العمل ديالي. تنحصلو على هاد الشكل هدا كيف ما كتشوفو، وكنجيب ديك الجوانب كنخيطو بالإبرة بحال الشكل هذا كيف ما كتشوفو بهذه الطريقة هذه، تنجمعو بحال هكا وتنخيطو وتدور على البلدة كاملة بهذه الطريقة هذه كنخيطو. تنخيط بهذه الطريقة هذه بهذا الشكل هذا حتى كندور على البلدة ديالي كاملة. ملي كنحصل على هذا الشكل هذا صافي ساليت، غنبدا دابا واحدة اخرى. هادي كنبداوها كخدمة على الطول، على الطول هنايا كندير كنعمر 14 سلسلة، كنمشي بهاد الطريقة هادي تندير 14 سلسلة، تنخدم هاد السلاسل هادي حتى كنحصل على 14 سلسلة، وتنرتفع بجوج سلاسل وتنخدم غرزة نصف عمود. هاد البلدة هادي هاد الكري هادا خدمتو بنصف عمود، هاديك الحمرا خدمتها بعمود بلافة. كتمشي فحال هكا كنخدم نصف عمود، تمشي حتى للراس وتنرجع بنفس الطريقة، بنفس هاد الطريقة هادي تنخدم بيها. هي السلسلة السلاسل الأخيرة الغرز الأخيرة في السطر، باش كنسالي السطر كنرتفع جوج سلاسل وتنرجع وتنخدم بغرزة نصف عمود ميل الخلف. تمشي بحال هكا نصف عمود ميل الخلف كنمشي ونجي حتى كنسالي السطر ديالي حتى كنسالي العمل ديالي. تنمشيو بهاد الشكل هذا حتى كنساليو العمل ديالي، كنمشي دائما نصف عمود وميل الخلف غرزة الأخيرة في السطر
ما كنساوش هاد الغرزة هادي، نحاول ما نساوهاش باش ما يجيلي شي العمل ديالي ناقص. هاد الغرزة ضروري خصنا نحذو معاها. تنرجع عاود في السطر بنصف عمود بحال اللي درت في الاول، كنمشي من هناك حتى كنسالي السطر. صافي تمشي بحال هكا حتى كنحصل على المقياس اللي بغيت انا بهذه الطريقه هذه. تمشي بحال هكا حتى كنسالي هذا ديالي، وصلت المقياس اللي بغيت. كنقطع الخيط وتنطويها على جوج وتنبدا نخيط فيها، كنجمعها من على الطول. بعدا عاد غنخيط ملي ندير في وسط لاستيك وهذيك، عاد غنخيطها، عاد غنخيطها من الجلاب. هنا كنخيط بحال هاد الشكل هذا بهاد الطريقه هادي حتى كنساليها، حتى كنسالي داك الطول على الطول ديال هادي كامل. الخيطة كاملة على الطول، الإبرة إلا بغيت نجمع عاود بالكروشي تمشي فحال معاها هكا حتى كنسالي الخيطة ديالي. بهاد الطريقة هادي بهاد الشكل هذا نمشي معاها كاملة حتى كنسالي هادشي كامل. هنايا كنساليه كنقلبه بهذه الطريقه هذه باش داك الخياطه ترجع للداخل. كنقلبه بهكا بهذا الشكل هذا، وفاش كنقلبها تنجيب عاود داك الستيك اللي غادخل في وسطها وتنجمعها. تنحصل على هذا الشكل هذا وتنجمعها بهذا الشكل هذا هكا، تنجمعها بحال هكا باش ندخل الستيك في وسطها هاد بهاد الشكل هذا، وتدخل لاستيك في وسطها. الا بغيتي تعقد لاستيك بحال هاد الشكل هذا كتعقدو، بغيتي تخيطو كتخيطو. انا عندي لاستيك هنايا قصير خيطتو، حيت الا عقدتو غيديني بزاف ديال المسافه. خيطتو بالابره وتنحصل على هاد الشكل هذا. وهنايا نخيط عاود هاد الجانب هاد الجوانب هادو بهاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد البلده هادي وهاديك اللي درت في الاول ديال الفيديو. تنحصل على هاد الشكل هذا اللي درت بجوج. نتمنى ينالو الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.